الزمالك وعودة فييرا للزمالك، وعايز اخد رأي دودار فيها. فريرة اسف طبعا للزمالك. دودار انت اتدربت مع فريرة وعندك مواقف معاه كتير، قول لي بصراحة رأي، يعني رأيك ايه في عودة فريرة للزمالك، وهل فريرة قادر على ان هو يرجع الزمالك للمنافسة مرة تانية على بطولة افريقيا ابطال الدوري وعلى الدوري العام؟ بص عالمي، برضو انا بتكلم عشان الناس برضو تبقى المشاهدين يبقوا فاهمين، انا ما عنديش حسابات، ما عنديش اهداف، انا اللي انا شايفه بقوله. شايف ان مستر فريرة يا بخت اللي بيتمرن معاه، محظوظ اللي يتمرن مع راجل زي ده. ازاي الراجل ده شخصيته قويه جدا، ذكي، كوتش، يقدر يدير الماتشات. الناس بتتكلم ان هو كبير في السن، هو احنا جايبينه هيلعب مكان طارق حامد في نص الملعب؟ ده راجل كوتش. لكن فكر الناس والله جدا، فكر الناس فاهمه ان المدير يفهم. على حاجه مش شرط طبعا، سو شفت عليه قال له كبير في السن بتاع، قال لهم وانا جايبه اجوزه. لا الراجل النهارده عمل حاجه كويسه جدا في النهارده في التمرين، بعد كل الصحفيين وبعد كل حاجه، وطلع اجهزه الجيم كلها في الملعب زي ما احنا شايفين في الصور بالظبط. لكن مدرب شخصيته قويه جدا، بيعمل حاجات عايز اتكلم عليه بشكل بمختصر. ثلاث مواقف تبين الراجل ده عبقري. موقف الاولاني، كنا بنلعب النجم الساحلي في تونس، جده خسرين خمسة، وانا كنت قاعد احتياطي، وعايز اقول لك جمهور تونس هناك طبعا يعني في عصبيه غير طبيعيه يعني، وخسرنا الخمسه، فاللعيبه ابتدت تتخانق مع الحكم، فقال لهم لا ما تتخانقوش، احنا هنكسب هناك. وانا ماشي قال لي انت هتلعب الماتش اللي هناك اللي هو العوده وهنكسب، وكان فرقه النجم فرقه قويه جدا جدا، حضر للفرقه نفسيا. انا اعتقد لو اي مدرب مصري كان اي مدرب مصري هيفك، لا فك ايه ده، ما كانش جاي رجع مصر اصلا، مش هيفكر في الماتش التاني. مش هيفكر اصلا في الماتش التاني. انا بتكلم على مدرب صاحب خبرات كبيره جدا. فده لما رجعنا يا كابتن عملنا في الفيديو، جايب لنا فيلم سبارتا، فيلم سبارتا والله اقسم بالله ده 300 لقيته اللي هو الراجل جسمه عامل ازاي، يا حرب اللي هم عامل جسمي بالظبط، 20 سنه من 20 سنه انت قاعد في المحاضره جدا، عايز تقوم تولع في الدنيا تولع في الدنيا. فده ورحنا الماتش ده كسبنا 3-0، وكنا قريبين جدا من تاني موقف. كان سياده المستشار مرتضى في بعض من الوقت كان بيهاجمه، وهو اتكلم، والراجل شخصيته قويه جدا، ما تقبلش اي حد يخش في اختصاصاته. وبرده عايزين نتكلم ان مشان مرتضى وامير واحمد ومجلس الاداره ليهم كل التحيه ان اقنعوه ان هو يرجع. الموقف ده بنتكلم معاه في هيتخصم الشرط الجزائي ويتخصم، قعد معانا قال لنا انا معايا فلوس قد ملعب استاد القاهره، مش محتاج فلوس، انا بحب مهنه التدريب، وانتوا تقدروا، انتوا لعيبه كويسه، وانا عايز اعمل معاكم حاجه. فالراجل مفيش حد يقدر، اللعيبه اللي هتيجي الموسم الجاي يعني هو الراجل المناسب اللي الزمالك كان محتاجه دلوقتي. لكن مش عايز جمهور الزمالك يزعل مني. لا لكن الوقت ضيق، الراجل ده مسته كان معانا يا جدو 45 يوم، برافو عليك. كان في وقت بعد ماتش فتره اعداد يعني. كان في وقت في فتره اعداد يقدر يعمل فتره اعداد بشكل كويس جدا في تكتيك، في طريقه لعب بالظبط، برافو عليك. فده مش موجود دلوقتي، وهو ده اللي مخوفني. عشان كده بقول لجمهور الزمالك الحساب عند الراجل ده من اول الموسم القادم مش الموسم ده. انا بتفق معاك ان لازم يبقى في صبر، ان ده مدرب جاي في توقيت صعب، ومهما كانت خبرته محتاج وقت ان هو ينفذ. وبرده معلش مع احترامي يعني، الزمالك عنده بعض النواقص، الزمالك كفرقه كوره في ممكن يكون نجوم اكتر من 2014، ولكن كفرقه كره فيها بالانس وتوازن صح متكامله. لا فرقه 2014 اللي كسبت الدوري والكاس كانت فيها توازن اكبر، فده برده لازم جمهور الزمالك، بتفق مع دودار ان هو لازم ياخد باله من القصه دي، مش ما يتعادلش ماتش ولا يخسر. لا الجمهور هو جاي يعمل ايه؟ لا ايه لو هيواجه مشكله زي ما قال ميدو، ان هو ما عندوش قايمه، عنده نواقص كتيره جدا، ما عندوش نص ملعب رقم 6 غير طارق حامد. طارق حامد لو حصل له حاجه فرقه 2014 جدا كان فيها 4-5 متكاملين بالظبط. لا انا قصدي كان في بالانس، كان في قايمه، كان في قايمه مظبوطه. وبرده عشان جمهور الزمالك يبقى عارف،
ميدو من ضمن الناس اللي جابت اللعيبه بتاعت لا انا الحمد لله يعني عملنا الفرقه دي يعني في ناس كتيره جدا مش عارفه الموضوع لا الحمد لله يعني من يعني كان طبعا مشاور مرتضى وكان كابتن احمد سليمان ومجلس الاداره لكن كان ميدو عليه عامل رئيس هو اللي كان بيختار اللعيبه دي فبرضه الجيل عشان انا بزعل جدا لما يقول لك الجيل دلوقتي احسن من جيل 2014 لا 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 لا, 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 لا فرقه احنا كنا توازن احنا كنا فرقه صح والاهم من كده اخي قبل ما اتكلم مع جده على الاسماعيلي انا مهم جدا اتكلم مع جده على الاسماعيلي وبرضه مع قائد الاداره يا جماعه الجيم واضح وصريح صح الميديا بتاعت الاهلي لما الزمالك بيبتدي دروب بتشتغل شغل كويس جدا ان هي تشتغل والعكس صحيح لما الاهلي حصل دروب الميديا بتاعت الزمالك تشتغل لازم الجمهور يبقى فاهم الجيم ده ما تنسقش ورا الكلام اللي بيطلع ويتقال يعني مش مثلا ايه فريرا يخسر ماتش ولا في تاني فيبتدي يتردد ان فريرا عجوز وابتدى وعنده زهايمر الزهايمر صح لازم والله يقولوا ده بيحصل فانت لازم ان انت لا يا جماعه تبقى في مصدات للكلام ده وتبقى فاهم وعندك صبر والمسؤولين اللي عندهم